قديش، ومعنا اطفال وبتطلع في حيايا وفران احنا بس يجي بس ينظفوا لنا بس. لولا صوت الضفادع بالليل ان شاء الله يعني الحمد لله. ميه ضاربه، الميه ضاربه والمجاري ضاربه وكل حاجه بايظه. حشائش وكل طاقه فيش طالع في الارض. وبيجيب لنا الامراض وبيجيب لنا وبنتصل على المجلس ما حدش بيعبرنا اما نقول عايزين نقدر ينظف يقول لك ما فيش جاز في اللوادر. ما فيش جاز. ما فيش تموين بس يجي ينظفوها لنا بس. نتصل على المجلس عشان خاطر حد يجي ينظف لنا دوا ما حدش سأل فينا. الشقق اللي احنا المفروض ان احنا نتنقل فيها اتسكنت لناس ما هياش اصلا من حقها، وفي ناس بايعه بيوتها وجت استلمت استلمت شقق مش من حقها، واحنا بنطالب ان احنا تتنظف لنا حوالين البيوت واحنا قاعدين في البيوت. واديك شايف المناظر بتلم علينا تعابين ولم علينا فران ولم علينا جميع الحشرات. احنا كده هو دخل ده قرب تدخل على البيوت جوه. احنا بنطالب المحافظ او الاستاذه سميه بان هم يجوا ينظفوا لنا المنطقه دي، هي يرشوا لنا بتومين بعد ما تنضف عشان ما تطلعش الحشرات بتاع الحشائش دي تاني.